السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام. حلقة جديدة من برنامج حياتنا، ومثل ما عودناكم دائما في حياتكم اليومية في زينها، والله يبعد عنكم إن شاء الله شينها، إن شاء الله تستمتعون في أيامكم الجميلة هذه. صجنا بداية أسبوع، ولكن خليك بهمتك ونشاطك، ودائما خليك مبتسم، وقول مساك الله بالخير يا عبد الله. مساك الله بالنور نايف، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حياتنا. مثل ما قال نايف، دائما خليك مبتسم ودائما تفائل بكل شيء يصير لك في الحياة، لأن كل شيء يصير لك خير. طبعا حلقتنا اليوم راح نواكب فيها كل جديد على أرض قطر الغالية، أكيد، وإن شاء الله نكون دائما مطلعين على كل جديد، وما في أهم من صحتنا وكذلك صحة عيالنا، وهاي الشيء اللي يخلينا دائما نتابع كل جديد في المجال الصحي، سواء من الطرق الرسمية كموقع وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية، أو حتى المواقع العالمية. صح، يعني من الأفضل طبعا أن نتأكد، ومن وجه نظري يعني معرفة كل المعلومات الصحية الهامة من خلال الجهات الرسمية في الدولة، أنها هي اللي يعني راح تواكب كل جديد على المستوى العالمي وتعلن عنه. وطبعا اللي عليك أن تتابع وسائل التواصل الخاصة في كل هذه الجهات. أكيد، يعني في هذا الصدد عبد الله، أمس أعلنت وزارة الصحة العامة أنها سحبت عينات من أدوية الراندتين، ومنها منتجات متداولة تجاريا من صيدليات القطاعين العام والخاص، احترازيا لإجراء التحاليل اللازمة، وذلك ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى. طبعا الخطوة جاءت بعد ورود معلومات من الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء والوكالة الأوروبية للأدوية، تفيد أن التحاليل الأولية كشفت احتواء تلك الأدوية على مادة شائبة بمستويات منخفضة، واللي يعني قد تسبب السرطان في حالة تواجدها بكميات كبيرة. أكيد، أوضحت الوزارة أنها ستصدر القرار النهائي المناسب فور صدور نتائج التحاليل النهائية الدولية أو المحلية بخصوص هذه الأدوية. طبعا الجميل أن وزارة الصحة سريعة في خطواتها بما يحفظ الصحة العامة، وأيضا طبعا من المميز الإعلان السريع، وذلك إجراء وقائي في الحالات المشابهة. يعني إذا أمك أبوك لا سمح الله يستخدمون هذه الأدوية اللي تندرج تحت الراندتين، خلك متابع لهذا الأمر. أتمنى أنكم تراجعون الدكتور المختص وتتأكدون من الأدوية اللي ممكن تكون مناسبة كبدائل مؤقتة، إذا لا سمح الله كان الدواء الحالي ضمن الأدوية التي تندرج تحت الراندتين. نعم، وأيضا يعني جزاهم الله خير وزارة الصحة على أن الخطوة السريعة اللي قاموا فيها أن يحضرون هذا الدواء. يعني نقلب مجال رياضي، روح الرياضة، لعبتك على الرياضة. يعني اليوم الكل يقف خلف نادي السد القطري، لأن في مهمة رسمية، مهمة وطنية، لحد الآن هم متعادلين 0-0 في مباراة إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، واللي تقام على استاد جاسم بن حمد. طبعا السد أنهى استعداداته للمباراة بجدية وبمعنويات كبيرة، طبعا في ظل تواجد جميع اللاعبين والدعم الكبير من جانب الجهاز الإداري والجماهير السدوية والجماهير القطرية طبعا بشكل عام، ويأتي ارتفاع المعنويات بعد ما استعاد الفريق قوة الضربة بعودة الكوري وو يونغ والجزائري بغداد ونجاح، وأيضا يعني الكثير من اللعيبة اللي كانوا مصابين، وأيضا الفريق كامل والفريق جاهز، والمباراة شغالة حاليا، بدأت الساعة 6:45 بإذن الله. إن شاء الله الفوز لنادي السد في هذه المباراة على أساس أنه يتأهل للدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا بإذن الله تعالى. أعتقد جول يكفيهم. أكيد جول، ولكن الجميل أن اليوم الكل متكاتف. صحيح، لا تقول لي جماهير العربي، لا تقول لي جماهير الريان، اليوم الكل خلف نادي السد القطري، لأن في مهمة وطنية، يعني فوز نادي السد أو تأهله لمراتب عليا في دوري أبطال آسيا هو تمثيل لدولة قطر في هذه البطولة. أكيد، يعني مثل ما ذكرت كل الجماهير، سواء جماهير نادي الريان، جماهير نادي العربي، جماهير الغرافة، جماهير كل الأندية خلف نادي السد، وكلنا مع ممثل الوطن في هذه البطولة بإذن الله. الفوز لنادي السد في هذه البطولة بإذن الله تعالى. ننتقل لجانب آخر، حيث نظمت كرماء فعالية لمواكبة اليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون في حديقة كهرماء للتوعية. نشوف معكم تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
هذا جزء من الأجواء الاحتفالية باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون الذي يحمل شعار 32 عاماً على البروتوكول وتعافي الأوزون. فعاليات عديدة شاركت فيها جهات عدة في الدولة أشركت فيها هؤلاء الطلبة لتوعيتهم بيئياً. احنا موجودين احنا اليوم في حديقة كارما بالتعاون مع وزارة البلدية والإدارات المختلفة في الإضاءة في المؤسسة، ان احنا كيف نوصل للجمهور ونقدم لهم افضل السبل في الحفاظ على البيئة، نعطيهم افضل الطرق، نعطيهم افضل الامكانيات اللي متوفره من قبلنا احنا، وكيفيه تعاملهم هم معانا يعطي دور كبير جدا للمستقبل انه يكونون جزء في تحقيق الحفاظ على البيئه والحفاظ على طبقه الاوزون. ودوليا كانت قطر قد انضمت الى اتفاقيات دوليه عديده بشان حمايه طبقه الاوزون، منها اتفاقيه فيينا وبروتوكول مونتريال التنفيذي الخاص بالمواد المستنفذه للاوزون، كما صدقت الدولة على تعديلي مونتريال وبيجين لبروتوكول مونتريال. وكان من نتاج بروتوكول مونتريال التخلص التدريجي من 99% من المواد الكيميائية المستهلكة للأوزون والتي تستخدم في الثلاجات ومكيفات الهواء والعديد من المنتجات الأخرى. يظهر أحدث تقييم علمي عام 2018 أن أجزاء من طبقة الأوزون تعافت بمعدل 1-3% لكل عقد منذ عام 2000، وتوقعات بتعافي طبقة الأوزون في معظم أجزاء الكرة الأرضية مع حلول عام 2060. وأسهمت الجهود المبذولة في سبيل حماية طبقة الأوزون في مكافحة تغير المناخ من خلال تجنب ما يقدر بحوالي 135 مليار طن من الانبعاثات المكافئة لثاني أكسيد الكربون في الفترة ما بين 1990 و2010. دولة قطر طبعا رائدة في جميع المجالات، والمجالات البيئية والمجالات اللي تحافظ على البيئة هذه من أهم الأشياء اللي احنا نركز عليها في دولة قطر، وبإذن الله راح يتم تعزيز هذه الإمكانيات وتطويرها في المستقبل. وكانت الدولة قد لقيت إشادات دولية وأممية لالتزامها بمختلف الاتفاقيات، مما جعل الصندوق المتعدد الأطراف التابعة لبروتوكول مونتريال يقر عدة مشاريع لقطر من انضمامها لنادي الدول المستفيدة من هذا الصندوق. إذا نرحب فيكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وأثناء الفاصل طبعا يعني جاءنا خبر مفرح بتسجيل السد للهدف الأول. أي أكرم عفيف سجل الهدف الأول برأسية جميلة على نادي النصر السعودي، حاليا 1-0 معناته السد في نصف النهائي بإذن الله، لكن حسب اللي قاعدين نتابعه أن ما شاء الله أدائهم جدا مميز، فتشوف خذ توقعي من الحين لآخر الحلقة. أي. في جول ثاني ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله جول ثاني وثالث لنادي السد. مشاهدينا الكرام راح ننتقل وياكم لموضوع اخر، طبعا ينظم في استديوهات كتارة للفن معرض صخور زكريت اللي نتعرف على تفاصيله من خلال هذا التقرير. في استديوهات الفن بالحي الثقافي كتارة كان معرض صخور زكريت فرصة للفنانة سهيلة الحارب لعرض تصاميمها لأول مرة. تصاميم فريدة استوحتها الفنانة من البيئة القطرية وشكلتها بطرق مبتكرة بغرض التزيين والديكور المنزلي. هذا المعرض هو الأول لي يعني، وأنا تقريباً حصلي تقريباً سنة وأربع شهور في هذا المجال، والمعرض هذا أول معرض لي، وحب أساساً من خلال هذا المعرض أن أنا أقدم هذا المنتج، منتج قطري أساساً، وتعريف بصخور زكريت. إحنا يمكن إحنا ماخذين فكرة عن صخور زكريت إنها أساساً هي صخور، إنك أنت توظف هذه الصخور تشتغل عليها وتظهر بصورة جديدة تستخدم في الديكور، الديكور المنزلي كأكسسوارات، هذه حاجة جديدة. التصاميم المزخرفة بورق الذهب والفضة والمطعمة بحجر شويروفسكي، حيث اعتبرها الكثيرون فرصة جديدة للتأمل واستنباط أفكار إبداعية جديدة. الفكرة في حد ذاتها بأن إننا أيضاً لابد أن نقف عند مكنونات الله سبحانه وتعالى
هذه الطبيعة الجميلة ونحاول أن نستمد منها القوة ونستمد منها أيضا الجاذبية، وبالتالي هي استطاعت أن تقف عند هذه الصخور التي قد لا تبدو جميلة وتضيف فنها وإبداعها لتخرج بهذا الوضع اللي هو نشاهد اليوم في هذا المعرض الجميل. المعرض سيستمر لمدة 5 أيام، وهو فرصة لأصحاب الذائقة الفنية باختلاف اهتماماتهم الفنية للاستكشاف والتعرف على أنواع جديدة من الفنون. كل الشكر للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، دائما يوفرون مساحاتهم لعرض هذه الفنون، وكذلك كل التوفيق إن شاء الله لفنانينا في إبداعاتهم القادمة. مشاهدينا دائما في هذه الأيام لما نروح طرق جديدة نلقى مرات تحويلة ومرات نلقى طريق جديد يكون مبهج، أسرع، أرتب وأنظف. فما بكثر عليكم الكلام، نشوف هذا التقرير وندخل أول فقراتنا الحوارية. هيئة الأشغال العامة أشغال ذراع التعمير والبناء في الدولة تنفذ مشاريع البنية التحتية والمباني والمرافق العامة في قطر، تتجاوز قيمة تلك المشاريع 100 مليار ريال، لتكون جميع مناطق الدولة على مشارف عام 2030 مجهزة ببنية تحتية متطورة. كما نفذت أشغال أكثر من 10 مشاريع طرق سريعة بتكلفة تجاوزت 48 مليار ريال، منها طريق ميناء حمد وعدد من الطرق الشريانية والحيوية. أما في مجال مشاريع شبكات الصرف الصحي، نفذت أشغال 10 المشاريع، وفي الآن نفسه قامت بترسية أكثر من 50 مشروعاً بقيمة 12 مليار ريال. كما وقعت أشغال 5 عقود إنشائية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين، تبلغ قيمة تلك المشاريع حوالي 2.7 مليار ريال. أشغال مؤسسة وطنية تنفذ مشاريع محلية بكل كفاءة واقتدار. مشاهدينا الكرام، يعني ما يمر يوم إلا وإحنا نتابع الجديد في مشاريع الدولة اللي طبعا تنفذها هيئة الأشغال العامة أشغال، وذلك في كافة المجالات المتعلقة بالبنية التحتية في كل أرجاء قطر. أكيد عبد الله، من بين هذه المشاريع افتتحت هيئة الأشغال العامة أجزاء عديدة ومهمة من مشروع خليفة أفينيو، حيث أنجزت الهيئة نسبة عالية من أعمال المشروع واللي من المقرر أن يكتمل بحلول الربع الثالث من عام 2020. طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف المهندس عبد الله قاسم من إدارة الطرق السريعة في أشغال. حياك الله ويانا ومساك الله بالخير. الله حياك أخواني ومساكم الله بالنور. في البداية الله يعطيكم ألف عافية، يعني ما شاء الله كل طريق نروح له نلقى فيه أشياء جديدة. الغرافة أموركم طيبة عبد الله؟ إيه الحمد لله الأمور طيبة الحمد. يعني لو تحدثنا عن آخر الافتتاحات ضمن مشروع طريق خليفة أفينيو. بالنسبة لافتتاح نفق تقاطع المايل، أشغال افتتحت الحركة المرورية بنفق تقاطع المايل على طول ما يقارب حوالي 2.7 كيلومتر عند بالنسبة على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت في بداية الشهر في 1 سبتمبر اتجاه واحد من اتحيل والغرافة في اتجاه الريان، وعقبه بأسبوع افتتحنا المرحلة الثانية من الريان في اتجاه الاتحيل والغرافة. نعم، شنو هي يعني احنا لاحظنا هذا الافتتاح، يعني صراحة انا ارتحت منه امر فيه واستمتعنا فيه، بس احنا نبي نعرف شنو المزايا من هذا الافتتاح الجديد. الافتتاح هاي سهل خلينا نقول الحركة المرورية في المنطقة، حيث انه صار الحركة اصبح هناك تدفق مروري حر بالنسبة للي قادمين من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال، وايضا صار هناك ربط ما بين المناطق ببعضها، وايضا صار هناك انخفاض في زمن التنقل بين المناطق المجاوره.
زين لو نتكلم عن تطوير شارع الغرافة وشارع حوار وش المستجدات من هذا الجانب؟ أشغال هيئة أشغال عامة حاليا تقوم بتطوير شارعين الغرافة وشارع حوار على تقوم تحويله إلى شارع إلى طريق جديد. الطريق الجديد هذا يبلغ طوله 2.7 كيلومتر، طبعا بيكون فوق النفق، وهناك 4 تقاطعات جديدة بإشارات ضوئية. الطريق الجديد إن شاء الله عند اكتماله في الربع الثالث من في عام 2020 إن شاء الله راح تخدم المناطق أو خلنا نقول الجهات الموجودة في المنطقة مثل مستشفى سدرة ومؤسسة قطر وأيضا مكتبة قطر الوطنية. نفس الشيء بالنسبة للنفق، النفق تقاطع المايل أيضا عند اكتمال النفق بشكل كامل وافتتاح بشكل كامل، لأن حاليا فاتحين مسارين من أصل 4 مسارات، عند افتتاح بشكل كامل إن شاء الله في الربع الثالث من 2020 إن شاء الله راح يستوعب أكثر من 16,000 مركبة في الساعة. نعم، خلنا شوي نتكلم عن مشروع طريق خليفة فينيو، شنو هي الأعمال وشنو التقدم اللي صاير في هذا المشروع؟ هيئة أشغال عامة أنجزت ما يقارب 91% من أعمال مشروع خليفة فينيو. الأعمال هذا عبارة عن 4 مسارات في كل اتجاه، وأيضا أن هناك 7 قاطعات متعددة المستويات، بالإضافة لهناك هناك ممرات للمشاة وممرات لراكبي الدراجات الهوائية، وأيضا هناك ممر للجمال في الجزء الجنوبي من شارع اللقطة. شارع اللقطة يعني أنتم انتهيتوا من تنفيذ الأعمال النهائية والأسفلت وكل شيء؟ أي الأعمال، أعمال الأسفلت النهائية الحمد لله أن قبل هالافتتاح، افتتاح النفق هذا، كانت هناك افتتاحات بالنسبة لأعمال الأسفلت النهائية على طريق خليفة، طريق شارع اللقطة بأربع مسارات في كل اتجاه، وأيضا كانت هناك أيضا افتتاحات لطرق الخدمات الموازية لشارع اللقطة عبارة عن مسارين في كل اتجاه، وأيضا هالطرق الخدمات تخدم المرافق الهامة الموجودة حولها مثل مؤسسة قطر وأيضا مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومستشفى سدرة. يعني احنا بنحاول ناخذ منك معظم المناطق اللي كان فيها الشغل، خلينا نتكلم شوي عن تقاطع بني هاجر الحيوي. تقاطع بني هاجر يعتبر من انا نقول اهم واضخم الاجزاء الموجوده في المشروع. لو رجعنا لورا بست سبع سنين يمكن تذكر او ثمان سنين، هناك مجرد دوار، وعلى الدوار مجرد مسارين في كل اتجاه. فاشغال قامت بتطوير هالدوار وحولته الى تقاطع من 3 مستويات. والتقاطع هذا حين قام استوعب أكثر من 1500 مركبة في الساعة، والتقاطع هذا عبارة عن جسرين ونفقين، وهناك 3 مخارج على اليمين، وأيضا هناك مخارجين التفافيين، وأيضا هناك بضم إن شاء الله لجسر تقاطع المايل، هناك راح يكون إن شاء الله جسر متعدد الاستخدامات. إيش أقصد بجسر متعدد الاستخدامات؟ طبعاً مو بجسر للمركبات، هالجسر فقط للممرات المشاة وممرات للدراجات الهوائية، دراجات الهوائية، وأيضاً ممر للجمال. وطبعاً هالجسر طوله 300 متر، وهذا يمكن أول مرة هالفكرة، أول فكرة في قطر. ما شاء الله. يعني فريد من نوعه إنه يكون جسر فقط للممرات. هاي بتكون في أي منطقة؟ هذا بيكون في الجزء الجنوبي من تقاطع الوجبة. إنزين، الحين أنتوا قاعدين تنجزون طرق جديدة سريعة، ما بعد الإنجاز دائما تكون في متابعة، في أخذ لردود الأفعال، تشوفون إذا كان مثلا يصير ضغط في أماكن معينة؟ إحنا الله يسلمك يوم نفتح أي مشروع أو يوم ندرس أي مشروع، طبعا بالتنسيق مع إدارة السلامة المرورية، ندرس المشروع ل 25 أو أكثر من 25 سنة لقدام. ما شاء الله. فنعمل حسابنا إنه والله راح يصير إن شاء الله عقب 25 سنة، عقب 30-50 سنة، إن عدد كثافة سكاني راح تزيد. فننشأ مثلا المشاريع وكذا بناء على الكثافة السكانية اللي راح تصير، ونحاول قد ما نقدر إن نقلل، ما قلنا بنستلم شكاوي، بنقلل من الشكاوي الجمهور.
نعم مهندس عبد الله، بما ان انت يعني تكلمت عن التنسيق مع الاداره العامه للمرور، خلينا نتكلم اكثر عن هذا التنسيق اللي بين اشغال وبين الاداره العامه للمرور، يعني في الحركه المروريه شلون تسهلون الحركه المروريه للعامه الموجودين في الدوله. الاخوه اللي في اداره السلام المروريه، اخوه المهندسين، بصراحه مو مقصرين ويانا، هم متابعين مشاريع اشغال بشكل عام، وخلنا خاص بشكل خاص لمشروع خليفه افينيو. الكل ما شاء الله عليهم متابعين مشروعنا من أول بأول، وحتى يعطون ملاحظاتهم. بالعكس ملاحظاتهم أنا أشوفها في مكانها، إن من ناحية السلام المرورية، من ناحية اللوحات الإرشادية، شو المفروض نحط، شو المفروض نشيله. بصراحة الأخوة معانا أول بأول في كل المشاريع، وهم قصرين إخواننا في إدارة السلام المرورية. أكيد يعني هذا التعاون لازم يكون مثمر، سواء مع المرور أو حتى الجهات الأخرى المختصة بالمواصلات. تفضل. بالفعل إن حتى هناك جهات أخرى مثل وزارة الدفاع المدني مو مقصرين، وحتى مؤسسة كهرماء أيضا مو مقصرين في دعمهم بشكل دائم لمشاريع هيئة أشغال عامة. نعم إنزين، أنت طريت موضوع الشكاوي، يعني لو نسب فيها أكثر تأخذونها طبعا بعين الاعتبار، ولكن هل دائما الشكاوي تكون صائبة ولا أحيانا تحتاج مجرد توضيح من صوبكم؟ إنزين، احنا في خدمة العملاء عندنا يوم يستلمون اي شكوى زين يحاولون يردون على المشتكي خلال 24 ساعة، فيتم ارسال الشكوى الى المشروع، والمشرف على المشروع او مقاول المشروع يتم التنسيق ما بين المشروع والمشتكي، يتصلون فيه ويشوفون ايش مشكلتك، ايش الموضوع وكذا، نحاول ناخذ نعطي وياه. ففي النهاية لازم نسكر الموضوع، سواء نشرح له الوضع الحالي في المشروع أو نروح نوصل المعلومة والله هذا المشروع راح ينتهي إن شاء الله خلال هالفترة الزمنية، إذا كانت عندك مشكلة من ناحية الإغلاقات أو مغلقات إن شاء الله راح ينتهي المشروع في هالفترة، فيتقبل المشتكي أكثر المشتكين، يعني خلينا نقول نسبة كبيرة يتقبلون انجازات اشغال. نعم مهندس عبد الله، يعني انجازات اشغال كثيره وعلى ارض الواقع يعني تشهد لهم. كلمه اخيره تحب توجهها للمشاهدين؟ بالنسبه للافتتاحات انا احب اوجه للجمهور او خلينا نقول لمرتدين هالمنطقه، خاصه ان هالمنطقه الحين في المراحل الاخيره من انجاز المشروع، ان يلتزمون بالسرعه المحدده في الطريق، وايضا يلتزمون باللوحات الارشاديه. صحيح انها فتره كلنا تحملنا، كلنا صبرنا، ما باقي إلا القليل، وإن شاء الله تسمعون في الأيام القادمة أخبار حلوة بإذن في الله تعالى في هالمنطقة إن شاء الله بإذن الله تعالى. كل الشكر لك المهندس عبد الله فاسي من إدارة مشاريع الطرق السريعة بأشغال، وكل التوفيق لكم إن شاء الله في الخطوات القادمة. وفق الجميع إن شاء الله. يعطيكم العافية وما قصرتوا، وأهم شيء أهم شيء منطقة الغرابة صارت يعني الحمد لله الأمور طيبة فيها. والدفنة بعد ركزوا عليها. لا إن شاء الله. طيب إيش عندنا نايف؟ قبل لا ننتقل للنقطة القادمة، دائما خليك حريص على المتابعة قبل لا تتذمر، قبل لا تشتكي، قبل لا تعلق، قبل لا تذكر بسوء. ادخل على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأشغال في تويتر أو في انستغرام، دائما ينزلون كل تحديث، صار إغلاق، صار تحويل، صار افتتاح شارع، نفق، جسر، أي شيء ينزلون الخبر وبصورة توضيحية دائما أنا أكون مطلع عليها، دائما لازم تطلعون عليها، وتكون باللغتين العربية والإنجليزية. صحيح، يعني يعطيهم العافية. ومثل ما قال نايف، أي شيء أي استفسار عندك تقدر تتواصل معاهم، وما راح يردون هذا الاستفسار إلا بكل خير. طبعا مشاهدينا الكرام احنا متواصلين معاكم، بس نطلع هذا الفاصل ونرجع.
إذن مشاهدينا الكرام، بتصميم عالي وإرادة تدل على عزيمة الشباب القطري، أعلن المغامر فهد عبد الرحمن بادار عن استعداداته لخوض مغامرته الشيقة الجديدة، واللي طبعا بيتوجه خلالها إلى قارة الإنتر كنتينيكا ليتسلق جبل فينسن. أنا شوي غلطت بالاسم يمكن. هذه قارة الله يسلمك. إن شاء الله فهد راح يكون في هذه المغامرة وراح يتزلج لمسافة 110 كيلومتر قبل الوصول لقلب القطب الجنوبي، ومن ثم الذهاب وتسلق الجبل الأكثر برودة في العالم والوصول إلى القمة الأعلى في هذه القارة. طبعا حديث أكثر عن هذه المغامرة الشيقة، وطبعا دعونا نرحب بالشاب القطري المغامر فهد بادار. في البداية حياك الله ويانا، ونرحب فيك في تلفزيون قطر. بس شو اسم القارة؟ أنتاركتيكا. هي أول قطب الجنوبي يقدر تقولها، أسهل بالعربي. أخوي فهد، يعني أنت ما شاء الله عليك قبل ما أقدر أقول فترة بعيدة بصراحة، قبل فترة بسيطة ثلاث شهور متسلق قمة إيفرست، ورحت للجبل الثاني اللي تساعدني باسمه، جبل لوتسي. جبل لوتسي يعني ما شاء الله، وأول قطري وعربي اللي هو يصعد إيفرست ويروح لهذا الجبل لوتسي، واليوم أنت قررت تروح لمغامرة ثانية، لو تكلمنا عنها. طبعا مغامرتي الجاية بتكون إلى القطب الجنوبي، القطب الجنوبي أو يسمى أنتاركتيكا بالإنجليزي. فالمغامرة بتكون من جزئين لمدة 3 أسابيع. فالجزء الأول طبعا بيكون اللي هو التزلج إلى نصف القطب الجنوبي أو مركز القطب الجنوبي، فهي بياخذها تقريبا 10 أيام. بكون بتزلج، وبراي بيكون في مزلجة صغيرة بحط فيها خيمتي وأكلي وكل شيء، وبكون من ضمن فريق تقريبا بيكون 10 أشخاص. خلال التزلج بنكون معتمدين على نفسنا تامة من ناحية أكلنا، من ناحية سكننا، من ناحية نصب الخيام، لين ما نوصل إلى قلب القارة القطبية، وهناك إن شاء الله برفع علم قطر بإذن الله، بكون ثاني قطري يوصل إلى قلب القارة، وبعدها بقوم بالصعود إلى جبل فينسن اللي هو بيكون أعلى جبل في القارة القطبية، وإن شاء الله بعد بكون ثاني قطري يوصل إلى ديش القارة. نعم، يعني التزلج راح يكون المسافة يمكن 110 كيلومتر، وأنت راح أكيد راح تحتاج للأكل، راح تحتاج لشرب الماء، راح تحتاج لأمور كثيرة في هذه الرحلة. شلون راح توفر وتأمن هذا الشيء؟ طبعا احنا من بداية الرحلة معداتنا وأكلنا بيكون كله معنا. من ناحية الماء احنا العادة يعني في المناطق حتى في إيفرست أو في القارة القطبية احنا ناخذ الثلج الموجود ونذوبه، يعني هاي الماء، يعني هناك طبعا ما في أي أمطار وما في امدادات ماء. وبالنسبة للأكل احنا طبعا نشيل كمية أكل وتكون كمية بسيطة يعني تكفينا، وأحيانا في الطريق إذا واجهتنا مشكلة نكلم مثلا البيس كامب ونطلب سبلايز، فأحيانا يرسلون لنا إياها بطيارة مثلا يرسلونها في الطريق، لكن عادة حق 10 أيام بيكون الأكل كافي عندنا. وطبعا الأكل بيكون أكل محدود ولازم نحاسب في الأكل اللي ناكله يوميا عشان ما يخلص، عشان يكفينا لمدة 10 أيام. 10 أيام، متى إن شاء الله بتكون الرحلة؟ إن شاء الله بتتجه إلى القطب الجنوبي في اليوم الوطني 18 ديسمبر. أنت ما شاء الله مخططها صح؟ لا والله صدفة، كانت صدفة يعني، وصدفة يعني حلوة يعني، كانت 18 ديسمبر اللي هو اليوم اللي الطيارة بتطلع من، بكون في دولة تشيلي، من تشيلي بنطلع على القطب الجنوبي. ما شاء الله يوم مميز صراحة، وإن شاء الله يعني راح يكون إنجاز مميز لك. بس أكيد في كل رياضة في كل لعبة تكون في مخاطر، تكون في صعوبات تواجه الواحد، كلمنا عن المخاطر يمكن المتوقعة قبل الوصول لهذا الإنجاز الجديد. إن شاء الله بالنسبة للقارة القطبية طبعا أكبر أو أكثر المخاطر هي تتعلق بالبرودة. درجة الحرارة تتراوح ما بين -20 لـ -50. في درجة حرارة -40 أو -50 أي جلد مكشوف ممكن أن يطيح، وممكن أن يعني الواحد يؤدي إلى قطع الأصابع، قطع الأنف أو قطع الأذن يعني. فالواحد لازم يكون مغطي نفسه من هالنواحي. وبنفس الوقت بعدها كلامك كله بالخير أخوي فهد، لو تقول لي هاي وين كانت هاي كمرتك؟ هاي مثلا هاي جبل ماترهون اللي هو واحد من أصعب الجبال اللي تسلقها في أوروبا. هاي تسلقتها خلال عيد الأضحى. هو الجبل ارتفاعه 4000 وشوي، لكن يعتبر جبل تكنيكال من ناحية تقنية. هاي جبل مون بلانك اللي هو أعلى جبل في أوروبا الغربية وأعلى جبل في فرنسا، وبعد تسلقتها خلال إجازة العيد. يعني إجازة العيد كانت عندي 8 أيام تسلقت جبلين فيها، يعني هاي كانت هوايتي. أنت معيد هناك؟ معيد هناك، فعيدت هناك وتسلقت. وهاي خلال جبل تسلق ماترهون. ماترهون اللي هو في الشوكولات، لو تعرف التلبرون لو تشوف فيه عليه صورة جبل. نعم. هاي هو الجبل صح. هناك يعني أنت ما شاء الله عليك تسلقت ممكن أعلى قمم في كل قارة، وشنو الخطة الجديدة اللي ناوي عليها؟ هو طبعا هدفي أنا في الأخير أن أتسلق أعلى جبل في كل قارة. أنا طبعا خلصت آسيا، خلصت أوروبا، خلصت أفريقيا.
كانت عندي محاولة لأمريكا اللاتينية أمريكا الجنوبية، لكن للأسف مرضت وأنا طالع، وهاي شيء طبيعي يعني حتى في مثل أي رياضة ومثل أي لعبة أن الواحد دائما في أحيانا يواجه الفشل. صح. لكن أهم شيء الواحد لما يفشل هاي مو بنهاية الطريق، هاي يعطي الواحد دافع أنه يتدرب أكثر. فإن شاء الله بعد القارة الجنوبية بيكون عندي باقي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وقارة أستراليا، وبنفس الوقت عندي خطة أني أصعد أكثر من جبل لارتفاعه فوق 8000 متر. حاليا في 14 جبل أو 12 جبل ارتفاعه فوق 8000 متر، ونيتي أن أصعد أكبر عدد ممكن خلال السنوات القادمة طبعا. ولو نعلق على الصور هذه، هاي الصورة كان خلال رفع علم قطر 2022، هاي بعد تسلق قمة لوتسي، فهاي لوتسي على يساري وراي هو جبل إيفرست. فبعد تسلق القمتين رفعت العلم، وهاي كان فخر لي يعني أن التعريف بكأس العالم وحتى هناك يعني. وهاي الصورة لها قصة إذا يقدرون يخلونها شوي يعني. هالسنة كان مشهور أن في جبل إيفرست كان في ازدحام في الطريق، لأن بسبب الجو كان عندنا أيام محدودة فقط قدرنا نصعد الجبل، وكان في مسلقين من كل دول العالم، فالكل حاول يصعد بنفس الوقت. بالنسبة لي أنا التخطيط كان مع الجايد، طلعنا يعني من الساعة 6 بالليل وخططنا نوصل القمة، وصلناها الساعة 3 الفجر ما شاء الله. وإحنا في العودة هالصورة خدناها الساعة 5 الصبح، لو تشوف وراي في وراي طابور طويل، هالطابور ليه حين توا بيطلع القمة، القمة ورا القمة اللي موجودة في الصورة، وأنا كنت أوريدي خلصت ما شاء الله. فطبعاً في الصورة كانت عندي عين واحدة فيها عمى ثلج فما كنت أشوف فيها. وطبعاً بعد هالصورة بعد خدت لي 4 ساعات زيادة عشان أوصل الكامب 4 اللي ارتفاع 8000 متر، فصعود القمة ونزولها لإيفرست خدت لها تقريباً 14 ساعة. زين، أنا أخبر من الصور اللي شفناها قبل، كذلك رفعت شعار الجمعية القطرية للسرطان وكنت داعم لهم. صح. هالمرة في خطة لدعم كذلك جهة معينة؟ بيكون نفس الشيء يعني، طبعا مع الجمعية القطرية للسرطان بتنسيق معاهم، وبعد بشوف إذا كان في أي جهات أخرى ترغب يعني أنا مستعد لهالشيء، لأن بالنسبة لي أي شيء يخدم بلادي وأي شيء أقدر أرفع علم بلادي فيه أنا مستعد فيه. في الجانب الآخر في من يدعم فهد بدار في رحلاته هذه؟ حاليا يعني في دعم معنوي طبعا من وزارة الثقافة والرياضة، في دعم من اللجنة الأولمبية دعم معنوي. من ناحية تمويل الرحلات حاليا هي تمويل خاص يعني من ناحيتي. ولكن انت فاتح المجال؟ طبعا اذا كان في اي جهة تحب تدعم طبعا ما مانع، لكن تعرف ان الرياضة مالها اتحاد، يمكن في توجه اكثر على رياضات معينة، فان شاء الله يمكن في المستقبل باذن الله يعني يكون في فرص. بإذن الله. انت قبل شوي ذكرت انه كان في عين واحده فيها عمى ثلج. أيوة. شنو معنى عمى الثلج؟ عمى الثلج ان العين لما تصيدها بروده كثيره العدسه نفسها تتجمد. أوه. فطبعا هاي انا كنت محاسب فيها بس بعد صادها هواء فتجمدت العين، فلما تتجمد العين ما كنت اقدر اشوفها لان صار فيها تقعر شوي بالعين، لكن الحمد لله انا عقب تقريبا 9 ساعات استطعت اني اشوفها، وكنت خايف انه يكون في طبعا ضرر اكثر. وعشان شيء في البروده الشديده ونفسها في القطب الجنوبي لو الواحد كاشف عينه احتمال العين كامله تتجمد وعقب خلاص تروح عليك، ونفس الشيء بالنسبه للاصابع. طبعا دائما في كل رحلات طبعا تكون فيها وفيات ويكون فيها مخاطر، طبعا إيفرست ولوتسي طبعا اخطر من القطب الجنوبي، لكن بالنسبه للتجمد فيها مخاطر. ها طبعا رفع علم قطر فوق قمه جبل ماترهورن اللي هو واحد من اصعب الجبال في قمم جبال الألب في سويسرا، والحمد لله بعد يعني كان يعني من يعني في مجموعه قليله يعني من العرب اللي صعدوا هالجبل يعني، وهاي بعد النزول من الجبل يعني. ولو تشوف شكله يمكن تتذكر ان شفت الشوكليت بعد. نعم. اللي هو المشهور تلبرون. جوعتني انت حق المره الاولى. يعني هاي قمه جبل مون بلانك. ما شاء الله وفي توقيت مناسب بعد. توقيت مناسب وهاي بعد توقيت مناسب، وهاي واحد ثاني صورني وكنت على قمه الجبل وعقب يوم رجعت طرش لي الصوره يعني، فصوره تاريخيه يعني. نعم. التحضير البدني يعني انت الحين قبل تتكلم عن التسلق، اليوم انت في ضمن الخطه تزلج و110 كيلومتر، ففي تحضير وفي لياقه ففي تمارين قبل تخضع لها؟ طبعا انا التحضير للجبال يعني صار لي يعني كم سنه احضر، والتحضير دائما مستمر يعني حتى عقب ما رجعت من إيفرست. رجعت انا حاليا اعمل مع اسبيتار واكاديميه اسباير، وهم يعني ما قصروا معي وفري جدول تدريبي وجدول تغذيه، وحتى الحين صرت اروح اتدرب عندهم يعني هناك. فهم بسبب انه تزلج الحين مش بس تسلق، في التسلق مثلا كنت مركز على مثلا الرجل على اللور بادي، الحين حاليا اركز على جسمي بالكامل. وواحده من الاشياء اللي يمكن الناس بيشوفوني فيها وبيتعجبون، احنا طبعا في الدوحه في قطر ما عندنا جليد، فانا بالتزلج خبرتي مو بكبيره، فواحده من الاشياء اللي شريتها هي ادوات تزلج لكن مع تواير،
فعليها بكون بتزلج على الأرض الصلبة وعلى نفس الأماكن اللي وين السياكل، وإن شاء الله الأربعاء الجاي رايح حلبة الوسيل وبتدرب هناك، فبتزلج على التواير على التواير يعني. فهاي بيكون شيء غريب، لكن هاي لازم، لأنه لازم أقوي جسمي، وخاصة يوم بتزلج لقلب القطب الجنوبي بكون شايل على ظهري تقريبا 20 كيلو، لكن بنفس الوقت الزلاجة اللي وراي اللي بسحبها بيكون عليها تقريبا 50 ل70 كيلو. أوه. اللي هي بتكون خيمتي، بتكون الأكل، بتكون أدوات الأخرى، هاي كلها بكون شايلها معي وبسحبها معي. فلازم جسمي بشكل عام يكون متعود على المشي وسحب الأدوات لمدة 8 ساعات في اليوم، وعقب أوقف ننصب الخيمة أسوي أكلي، عقب أنام، عقب أقوم الصبح أسوي أكلي، عقب أسكر الخيمة، عقب أطلع مرة ثانية أمشي 8 ساعات. فيمكن يعني بالنسبة لرياضة تسلق الجبال أهم شيء فيها الصبر، القوة، وأن جسمك يقدر يعمل ريكفري، يعني جسمك يرتاح. وثاني يوم يعني مثلا واحد يجهز لماراثون أو المباراة، عقب المباراة خلاص ارتحت، المباراة الجاية عقب 4 أيام 5 أيام. في الجبال كل يوم عندك مباراة، كل يوم عندك ماراثون، ولازم جسمك يكون يستحمل. طبعا في إيفرست كانت لمدة شهرين، معناه كان في أيام راحة، بس بالراحة على ارتفاع 5000 متر ما تكون راحة، لأن الجسم يكون قلة الأكسجين. فهناك يوميا لمدة 10 أيام كل يوم لازم تعاني، وكل يوم لازم تسحب، فلازم جسمك يكون متعود ونفسيا أنت تكون مستعد. فواحدة من الأشياء في الجبال، يمكن عشان ما أطول عليكم بعد، أن في الجبال كل شيء يستوي، لكن أهم شيء في الجبال أن شخصيتك نفسها تستحمل. إذا صار انهيار جليدي، صار شيء، خيمتك ضاعت، صار أي شيء، لازم ما تخاف أو ترتبك أو تفقد أعصابك، لا خلاص تبتسم وتقول خلاص بروح الخطة باء، الخطة جيم. وهاي طبيعتنا في الجبال وطبيعه الناس اللي احنا موجودين فيها يعني. ودائما في الجبال تسوي مشاكل، دائما تستوي حوادث. مثلا لما كنت نازل من جبل لوتسي، وانا نازل كان في انهيار صخري وصادت حصاب ريلي، فتعورت ريلي. اول شيء كنت خايف منه ان انكسرت ريلي، واذا انكسرت ريلي على ارتفاع 8200 متر، يعني لا قدر الله يمكن هاي كان فيها يعني خطر كبير، لان ما حد يقدر ينزلني اول شيء، لان كل واحد شايل نفسه، وبنفس الوقت ما في اي سبل سلامه وما في اي هليكوبتر يوصل ل 8200 متر. لكن الحمد لله كانت رضى، واستطعت الوصول الى المعسكر الثاني اللي هو على ارتفاع 6500 متر، وانا ماشي. وحتى على ارتفاع 6500 متر كان يمكن اتصال بهليكوبتر انقاذ، رفضت، قلت انا وصلت ابي ارجع لمعسكر القاعده على 5000 متر وانا امشي، ان هاي فخر لي ان انا وصلت لفوق وبوصل لتحت بدون اي هليكوبتر بدون اي شيء. وكانت يعني كان في الم كبير في رجلي، لكن في راسي اني بوصل اللي ابي مهما كان الالم ومهما كان البروده. ونفس الشيء بالنسبه للبروده في القطب الجنوبي، ان مرات اصابعك مهما تكون لابس تحس بالم كثير باصابعك. طبعا لازم تحمي الصبع انه ما يتغير لونه، لان يتغير لونه وصاده تجمد احتمال انه بعدين ينقص. لكن نفس الوقت يكون الم كثير، فلازم يعني تدفي اصابعك وتدفي اطرافك، لكن نفس الوقت تستحمل الالم. صح. فكله يعتمد على قدرتك. أخوي فهد يعني يعطيك العافية صراحة، مثال على الشخص المثابر، مثال على الشخص اللي يصبر على أساس أنه يوصل للهدف اللي يبي يحققه. كلمة أخيرة تحب توجهها للمشاهدين، كلمة أخيرة تحب توجهها للناس اللي يمكن عندهم أهداف، عندهم طموح يبون يحققونه، بس متخوفين شوي أو يقولون لا بعدين، يأجلون هذه الشغلة. يمكن الشيء الجميل اللي عجبني عقب ما رجعت من إيفرست، حجم الشباب اللي كلموني عن طريق السوشيال ميديا، وكانوا يكلموني يسألوني عن الرحلات. ففي كثير شباب عندهم أحلام، طبعا أحلام بس ما تسلق الجبال، وأحلام في أشياء ثانية. يمكن رسالتي الرئيسية أنه يتبعون أحلامهم، لأن في الأخير لو واحد يقول لي قبل 3 سنين بسلق أعلى جبل من العالم، ناس بيضحكون بيقولون فهد شنو خبرتك، شلون تصعد على قمة في العالم. فيمكن رسالتي الرئيسية للشباب، اتبعوا أحلامكم مهما كانت الأحلام صعبة، واحد يقدر يوصل لها. الله يوفقك إن شاء الله في هذه المهمة المغامرة فهد بدار، شكرا لك وموفق إن شاء الله في رحلتك. مشكورين، يعطيك العافية وما قصر. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين معاكم ولكن بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام، نرحب فيكم بعد هذا الفاصل، وزميلنا طبعا فيصل إبراهيم منتظرنا ومتواجد في ورشة إعداد ممثل اللي طبعا تقدمها فرقة الوطن المسرحية. فيصل مساك الله بالخير والكلمة عندك. حاليا أنا متواجد في مقر فرقة
الوطن المسرحية. فرقة الوطن المسرحية تنظم ورشة بمسمى إعداد الممثلين. نتعرف على تفاصيل أكثر لهذه الورشة. نستضيف معنا اليوم السيد أحمد الحمادي، رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية بالفرقة. مساك الله بالخير. مرحبا، حياكم الله، ونشكر لكم جهودكم في إبراز العمل الثقافي بالدولة. هذا واجب، الله يسلمك. بداية لو تكلمنا أكثر عن الدورة وإيش تحتوي. هي دورة إعداد الممثل تأتي بالتعاون مع الفنانة والمدربة حنان صادق بدعم من مركز شؤون المسرح التابع لوزارة الثقافة والرياضة، والهدف منها هي صقل مواهب الفنانين والمبدعين بطرق أكاديمية وتنفيذية على خشبة المسرح، منها التوليف والارتجال وكيفية دراسة النص المسرحي لأدائها على المسرح، وأيضا مهارات الخطابة والصوت والإلقاء. مدة الدورة متى بدأت ومتى راح تنتهي؟ هي بدأت أمس يعني بمشاركة 20 متدرب يعني من الشباب والفتيات، الشباب من الشباب والفتيات، وأيضا ستستمر على مدار 3 أسابيع بشكل مكثف يعني من الساعة 5 للساعة 8 مساء. ممتاز. الخطط المستقبلية للفرقة في مجال طرح الدورات للمهتمين في مجال المسرح. والله والله الحمد، عندنا مخطط يعني مستمر على مدار الموسم لإقامة ورش في الكتابة وورش في الديكور وورش في السينغرافيا المسرحية، وأيضا ورش في تدريب مهارات على الصوت والإلقاء بالتعاون مع مركز شؤون المسرح، وترحب الفرقة بجميع الكتاب والمخرجين لإنشاء دورات والإشراف عليها يعني. ممتاز. أستاذ أحمد، في الختام بغينا كلمة توجهها للسادة المشاهدين، وأيضا إذا أي حد من السادة المشاهدين حاب أن ينضم مثل لهذه الدورات المستقبلية شلون يقدر يوصل لكم؟ والله تواصل مع إدارة فرقة الوطن المسرحية ومكانها مقابل طوار مول، مقابل طوار مول، ونرحب جميع الفنانين والمخرجين والكتاب للانضمام للفرقة والمشاركة في الورش القادم بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. السيد أحمد الحمادي، شكرا جزيلا لك. العفو. أعزائي المشاهدين، مثل ما ذكر السيد أحمد الحمادي أن فرقة الوطن المسرحية فاتحة أبوابها لجميع المهتم بالعمل المسرحي والتمثيل المسرحي، فهذه فرصة لا تفوت لكل المهتمين. نتمنى أكيد التوفيق للشباب وشبابنا وبناتنا اللي يأخذون هذه الدورات، وهذا كل اللي عندي، وأرجع الزملاء في الاستديو. الله يعطيك العافية زميلنا فيصل إبراهيم، أنت وضيفك الكريم أحمد الحمادي، وبصراحة حركة فنية جميلة. طبعا نعم، طبعا مشاهدينا الكرام، نبدأ معكم آخر فقراتنا الحوارية. طبعا تواصل الأكاديمية الأولمبية القطرية إطلاق العديد من البرامج ومنح الدرجات العلمية اللي تساهم في الارتقاء بالجوانب الفنية والإدارية في الرياضة القطرية. أكيد من هذه الجهود اللي تقدمها الأكاديمية لبرنامج الدبلوم المتقدم لإدارة المؤسسات الرياضية، واللي يعتبر من أهم البرامج اللي تساهم في صناعة جيل مميز في مجال الإدارة الرياضية. طبعا الحديث أكثر عن الموضوع يسعدنا استضافة السيد خالد القحطاني، رئيس الإعلام والتسويق في الأكاديمية الأولمبية القطرية. في البداية مساك الله بالخير وحياك الله ويانا. الله يمسيك بالنور، يا مرحبا، سهلا فيك وفي نايف في المشاهدين والمستمعين الكرام. القحطاني مو بمعنا كنك. كلنا حول المباراة، والله توقيت البرنامج اليوم ما كان مناسب. ما يازلك. مفروض أنتوا بعد شيء تشاركون بما أن السد ممثل قطر في البطولة الآسيوية، ويعني يصير في نقل. سولفنا عنه، بس شلون شفت الأداء لنا الحين؟ والله السد أفضل والسد أقوى واستحواذ، يعني كانت يمكن في أول 20 دقيقة كان اكتساح سداوي، ولكن جاء هدف مغاير يعني الحين 1-1 ونتيجة التعادل مو في صالح السد. يعني شو اللي يحتاج السد عشان يتأهل؟ ما شاء الله دخلتوا في جو قرب ناس تجي تحليلي عشان شوي شوي نطلع في المود. نبي نعرف النتيجة اللي يحتاجها السد على أساس إنه السد لازم الحين بما أن النصر جاب جول في أرضنا لازم فارق هدفين، يعني الحين لازم النتيجة تكون 3-1 أو يعني فارق الهدفين لازم يكون مطلوب وموجود. إنزين خلينا السد قادر إن شاء الله. خلينا نرجع لحديثك. إنزين لو نتكلم عن الجهات اللي تتعاون معاكم في موضوع الدبلوم المتقدم لإدارة المؤسسات الرياضية. نعم، بالنسبة للدبلوم إحنا الآن انطلقت النسخة 9 يعني بالنسبة لهذا الدبلوم، يعني أساساً الدبلوم هذا طرحته اللجنة الأولمبية الدولية والأكاديمية الأولمبية الدولية بمعية التضامن الأولمبي، كان باللغة الإنجليزية. إحنا أخذنا العلم وعربناه و وضعناه باعتمادهم هنا في الدوحة للسنة 9 الحمد لله، وقاعدين يعني إقبال كبير جدا في هذا الجانب. بالنسبة للجهات المتعاونة هي التضامن الأولمبي والأكاديمية الأولمبية الدولية اللي يدعمونا دعم كبير جدا سواء معنوي أو أيضا من ناحية المصادر والأمور من محاضرين وغيرها. نعم، شنو هي أهم الأشياء اللي أنتم تحرصون على أنها يعني أن يكسبونها طبعا المنتمين لهذا الدبلوم؟
بالنسبة للدبلوم خلونا نرجع لمن هي الفئة المعنية بدراسة الدبلوم. احنا فاتحين بابنا للجميع يعني، فلما تجي تقول لي شن هي الأمور هذه بقول لك انه اساسا ما حطينا الدراسة هذه لفئة الرياضيين فقط او لفئة المهتمين في المجال الرياضي، المجال مفتوح للجميع. يكون عندك بكالوريوس يا مرحبا وسهلا، ما عندك بكالوريوس تاخذ دورة الإدارة واحد والإدارة اثنين اللي تأهلك انك تدخل في برنامج الدبلوم، لأن الدبلوم راح ينفع الجميع. يعني لما تجي تتكلم عن الفصول بالنسبة للدبلوم، أنت بتدرس موارد بشرية وإعداد هياكل تنظيمية للمؤسسات، احنا طبعا ناخذها من الجانب الرياضي، إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسات الرياضية وللبطولات، ولكن اللي ينطبق هنا ينطبق هنا. تدرس إدارة مالية وإعداد موازنات، بتدرس إدارة أحداث رياضية كبرى، وتدرس إدارة منتخبات، تدرس جميع الجوانب المعنية في المؤسسات الرياضية وما ينطبق على المؤسسات الرياضية طبعا، أكيد بطبيعة الحال راح ينطبق على باقي المؤسسات والأطر الثانية. زين، شن هي البرامج اللي تكون متاحة في الأكاديمية خلال الفترة الجاية؟ بالنسبة للبرامج الجاية، احنا الحين يمكن البرنامج الأهم والأقوى والفريد في المنطقة لما نجي نتكلم عن هذا البرنامج اللي هو ماجستير القانون الرياضي. هذا البرنامج طبعا بالتعاون مع جامعة ليدا الأسبانية، هالجامعة طبعا من إحدى الجامعات العريقة اللي تأسست سنة 1899، جامعة ملكية يعني لدرجة أنه أو من ضمن أعراف الجامعة بأن الشهادة يوقع عليها ملك أسبانيا شخصيا. فإحنا أخذنا البرنامج من عندهم، بدل ما الدارسين يتعنون ويسافرون لإسبانيا، هو خريج إسبانيا ولكن يدرس هنا في الدوحة. بسط الموضوع، طبعا راح تكون الدراسة لمدة عام واحد 4 أيام في كل شهر. هذا بالنسبة لي برنامج الماجستير. والبرنامج الماجستير بطبيعة الحال له أهداف وفوائد كثيرة جدا على المجتمع وعلى الدارس. يعني لما تجي تتكلم عن قضايا رياضية، إحنا ما نتكلم لما نقول ماجستير في القانون الرياضي مش قوانين، لأن في بعض الناس عندهم لبس القوانين مش قوانين الألعاب، يعني كيف تلعب كرة القدم والسلة، لا، احنا نتكلم عن قوانين التعاقدات، سواء تعاقدات تجارية، سواء تعاقدات حقوق البث التلفزيوني، تعاقد بين اللاعب والمؤسسة، تعاقد بين المؤسسة ومؤسسة أخرى، صياغة العقود. يعني احنا نخرج جيل قانوني أو مجموعة قانونيين راح يعودون بالنفع على المجتمع، وخاصة مثل ما قلت لكم اللي ينطبق برضو على الدبلوم وغيره، انه في الأخير الأبواب مفتوحة للجميع، مش شرط فئة معينة ولا فئة الرياضيين. اليوم احنا نتكلم عن شروط الماجستير بسيطة جدا، يعني عندك بكالوريوس أي تخصص بإمكانك أنك تلتحق في برنامج الماجستير، لأنه راح يفتح لك عالم آخر أو كور بزنس جديد، أنك يعني مهما كان تخصصك راح تكون إيش ملم بالجوانب القانونية، تقدر تستفيد من هذا العلم. نعم، يعني أنتم في الأكاديمية يعني طبعا تسعون دائما أن تتعاونون مع أهم المؤسسات وأهم الأكاديميات الرياضية، سواء كانت في قطر أو كانت خارج قطر. خلنا نتكلم عن جهودكم في هذا الإطار. والله إحنا دائما مثل ما نقول فاتحين أيدينا وأذرعنا وأبوابنا للجميع بما يخدم المصلحة العامة للجميع. إذا جينا نتكلم عن المؤسسات المحلية والجهات المحلية في الدولة، أكيد إحنا كل المؤسسات تكمل بعض، فليش كل جهة تشتغل في حالها؟ إحنا لا، نمد يدنا ونتعاون معهم. وكثير من المؤسسات للأمانة يعني مرنة جدا في التعامل، هناك ترحيب كبير لما يخدم المجتمع بشكل كبير. هناك عدد من الاتفاقات بإذن الله تعالى قريبا راح نعلن عنها، وكلها تخدم المجتمع القطري بإذن الله. بإذن الله. إنزين، لين اليوم شلون تشوفون المخرجات من البرامج اللي أصدرتها وجابتها كذلك من الخارج الأكاديمية؟ المخرجات الحمد لله رب العالمين كبيرة ومفيدة جدا للمجتمع، الكل يستفيد. يعني إحنا إذا تكلمنا لكل برنامج على حدة، فالمجال طبعا يطول، لأن أجندة الأكاديمية دائما تكون شاملة لجميع الجوانب. إذا جينا نتكلم عن الإعلام الرياضي فعندنا دورات في هذا المجال، إذا جينا نتكلم عن التسويق أيضا عندنا دورات في هذا المجال، في مكافحة المنشطات، في النواحي القانونية، في النواحي الفنية وبرامج المدربين، في جميع المجالات. فالمخرجات بحمد الله يعني كبيرة جدا، وهذا ما نسعى ونهدف له، أن يكون عندنا مجتمع متكامل من جميع الجوانب. نعم، انت قبل شوي ذكرت لنا برنامج الماجستير وبرنامج الدبلوم تكلمنا عنهم، في شروط ممكن ان تكون في الشخص على اساس انه ينتسب لهذه البرامج؟ ممكن في شروط معينه؟ شوف، بالنسبه لي احنا عندنا 3 أنواع من البرامج. عندنا ورش التثقيف الاولمبي، هذه مدتها يوم واحد وهي مفتوحه للجميع،
ومجانية. عندنا النوع الثاني اللي هي البرامج المتنوعة اللي هي مثل ما تكلمنا اللي هي دورات في مجال الإعلام، في مجال التسويق، في المجالات جميعا، وهذه أيضا متاحة للجميع، ما فيها أي شرط، لأن العلم احنا وجدنا لنثقف المجتمع بشكل كامل دون أي قيود، ونحن نحاول نذلل الصعوبات أمام الناس للوصول إلى هذه العلوم. عندنا البرنامج أو النوع الأخير اللي هو الدراسات العليا اللي هي الدبلوم والماجستير. بالنسبة للدبلوم يكون عندك، إما يكون عندك بكالوريوس أي تخصص، إذا ما في البكالوريوس ممكن تأخذ دورة الإدارة 1 والإدارة 2 اللي هي في يناير وفي مارس، 5 أيام و5 أيام، تكون إيش مؤهل لدخول برنامج الدبلوم. بالنسبة للماجستير عندنا طبعا الشرط أساسي اللي هو حصولك على البكالوريوس أي تخصص كان، وليفل 5 في الآيلس، لأن بالنسبة للبرنامج الماجستير طبعا هو معني بالقانون، القانون الرياضي، وهناك بعض القوانين لا تعرب، فللأسف أن احنا ما نقدر نحول البرنامج إلى اللغة العربية. وأيضا عندنا من الشركاء اللي هي محكمة كاس، ومحكمة كاس احنا نأهل الدارس أنه يكون محكم في محكمة كاس، فالمحكمة كاس من اللغات المعتمدة عندها إنجليزي وفرنسي، فإحنا أخذنا اللغة الإنجليزية اللي هي الأقرب للمجتمع. فيعني وضعنا شرط أن الدارس يكون عنده ليفل 5 في الآيلس، يكون عنده متمكن من اللغة، علشان أنه يجي ويستفيد وما يعني يضيع وقته، ولا أنه يخسر الوقت بالنسبة له ويجي وما يكون عنده أي فائدة. طبعا ذكرك لمحكمة كاس هي المحكمة المختصة بالتحكيم الرياضي. لو نتحدث الحين البطولات الجاية في دولة قطر، عندنا كاس العالم للأندية، عندنا بطولة القارات، كاس العالم 22 اليوم، بعد أنتم ما تقدمون هذه الخدمات المتعددة للمجتمع وتقدمون الفرص هذه كلها، شلون تشوف فائدة الأكاديمية في توفير بيئة تعليمية تثقيفية رياضية على أساس أن يكونون عندنا خريجين قطريين ومقيمين يخدمون كأس العالم ويخدمون البطولات القطرية؟ احنا نظرتنا بالنسبة للأكاديمية بعيدة المدى في جميع الجوانب، سواء بالنسبة للماجستير اللي احنا معنيين بالشأن القانوني، وخاصة احنا مرتبطين مثل ما تفضلت بأحداث كبيرة سواء في عالم كرة القدم أو غيرها، يعني احنا يمكن الحين على مشارف بطولة العالم لألعاب القوى، البطولة الأولى في الشرق الأوسط راح تكون، ويعني شيء يذكر، احنا يمكن كنا ظهر اليوم في فندق الكمبنسكي في مؤتمر وملتقى النزاهة للICSS المركز الدولي للأمن الرياضي، وسيقة منظمينة هنا في الدوحة، يعني أيضا احتضان لي حدث كبير جدا لمكافحة الفساد ومكافحة والبحث عن النزاهة في المجال الرياضي. هناك بالنسبة للدولة في عدة اتجاهات، من ناحية التثقيف، من ناحية استضافة مؤتمرات، من ناحية أيضا استضافة بطولات وأحداث رياضية. بكل تأكيد احنا في الأكاديمية يهمنا ان احنا نثقف المجتمع في هذا الجانب، واحنا نشوف الحمد لله رب العالمين المخرجات كبيرة جدا في جميع الجوانب. إذا جينا المسار التنظيمية فعندنا دورات كثيرة، كنا يمكن نظمنا دورة، وأيضا عندنا قريبا راح تكون هناك دورة لاستضافة أو تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وإحنا يعني بالنسبة للمحاضرين هم من الشباب القطري اللي نظموا أحداث وبطولات في الدوحة، فجايين يعطون خلاصة خبراتهم على مدار السنوات الماضية. يمكن العام كان عندنا الأستاذ حسن الحمادي اللي كان مدير الموارد البشرية في آسيا الدوحة 2006، كان معنا الأستاذ محمد عيسى الفضالة من السر العام في الاتحاد القطري للألعاب القوى، كان معنا الأستاذ عبد الله الملا اللي هو يعني موسوعة كبيرة جدا في عالم البروتوكول في تنظيم البروتوكول في المناسبات الرياضية، مجموعة من الشباب القطري احنا نفتخر فيهم اليوم قاعدين نقدمهم للمجتمع، يقدمون خبراتهم خلاصة السنوات الماضية كلها قاعدين يقدمونها. وأيضا هذا بالنسبة لنا جزء من مسؤوليتنا احنا في الأكاديمية، ان احنا ايضا نسقل الشباب القطري ليكون انه محاضر، يعني حتى كنا في دوره الاعلام في دوره سابقه للاعلام، بالاضافه الى المحاضر الرئيسي اللي اختاره الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه، جبنا شباب قطري قدم خلاصه خبرته في هذا المجال، او يعني يتكلم انه هو اقرب للمجتمع، يعني ففي بعض المحاضرات ننسبها لهم، فمنها انه يتمرس في تقديم المحاضرات والدورات، ومنها يوصل خبراته للمجتمع. نعم، يعني شيء حلو مثل ما ذكرت أن نجيب أشخاص كان لهم بصمة في المجالات سواء في الرياضة أو في غير الرياضة، على أساس أن الطالب أو الشخص اللي يكون في هذه الدورة يحس ويشعر باللي يشعرون فيه. صح. سيد خالد، كلمة أخيرة تحب توجهها للمشاهدين؟
والله يعني احنا بالنسبه لنا في الاكاديميه دائما ما نقول احنا مرحبين بالجميع، لان المكان مكانهم، واللي احنا موجودين فيه في الاكاديميه احنا دائما ما نضع استفتاء دائم لبرامجنا قبل ان نطرحها، ان احنا نشوف اذا فيه افكار جديده مرحبين فيها ونطرحها ايضا. بالنسبه لنا دائما ابوابنا مفتوحه للجميع، عندنا المكتبه ايضا، المكتبه الاولمبيه والمكتبه الرياضيه اللي عندنا في المقر الاكاديميه، يمكن هي الاولى في المنطقه العربيه المتخصصه في المجال الرياضي. يعني اللي حاب انه يستعير او انه يشوف العلوم بهذا الجانب هي موجوده مفتوحه للجميع، امام الجميع. برامجنا ايضا مرنه مفتوحه للجميع، كل اللي عليهم يدخلون على موقعنا وراح يجدون كل اللي ان شاء الله ينال اعجابهم باذن الله تعالى. سيد خالد القحطاني، رئيس الاعلام والتسويق بالاكاديميه الاولمبيه القطريه، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. والنتيجه 2-1 من عاد حق السد. زين الحمد لله، ان شاء الله باقي الدور. حسن الهيدوس سجل الثاني وفي وقت، وان شاء الله نستبشر خير باذن الله. باذن الله يعطيك العافيه وما قصرت. طبعا مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم الى ختام حلقه اليوم من برنامج حياتنا. باذن الله الفوز للسد. مستعجل انت اليوم؟ هنا بنشوف المباراه. باذن الله الفوز ياثر عليه، لان ما شاء الله الدوري السنه هذه يعني كان كبير، وكان فيه حضور جماهيري كبير جدا وحماس كبير جدا. فعبد الله ما شاء الله عليه متحمس، حضر اكثر من مباراه في الملعب، فمتحمس شكله بيلحق. حضر مباريات كثيره يعني شفته في اكثر بدون ذكر الفريق. طبعا حضر المباريات والدوري رجع لي، الجمهور رجع لي الدوري. طبعا شهد الكرام، مثل ما ذكرنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، ان شاء الله يعني تابعونا في حلقات قادمه باذن الله تعالى. واليوم الساعه 10 خلكم مع انطلاقه برنامج رياضه في الموسم الجديد. خلكم معنا ببرنامج حياتنا دائما من الأحد للخميس الساعة 7 تلقونا أنا وزملائي الكرام. أمان الله، مع السلامة.